من المتوقع أن تكون يعني بعد طهران العربية السعودية، ممكن تكون قطر، ممكن تكون الإمارات. هذه الدول لها يعني أدوار معروفة، وهي أيضا لها علاقات مع الكيان الإسرائيلي. بالمجمل العراق يريد أن يخرج بموقف موحد يعني تجاه القضية وما يحصل في فلسطين. أعتقد أن العراق سيلعب دور مهم جدا في عملية الهدنة. ما حصل في الأردن أنه لم يستحصلوا على أي قرار من قبل الولايات المتحدة بشأن حل الدولتين وأيضا الحوار الدبلوماسي، لكن يعول على الموقف العراقي لأنه غير مطبع، لأنه يمتلك علاقات جيدة في المنطقة، وأيضا هو مؤثر في العمق الفلسطيني. إذن هذا ما سيحصل، هو دور سيلعبه العراق في إيجاد طاولة حوار، وأعتقد أن هذه طاولة الحوار ستكون إما في قطر أو تكون في إحدى الدول العربية القريبة من فلسطين.